I need your love and I need it every day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد ربي يبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام سيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد أبوه عبد الله منه مفرد وجده شيبة بن عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب وأمه بنت لواء بن آمنة أجدده بين قريش كائنا أجدده بين قريش كائنا مولده في بلد الأمين عام قدوم الفيل للتبين في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأقوام في غنيمة وأمه عقب ست ماتت وجده بعد ثمان وافت ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مالي خديجة فزوجه في التالي وفي التمام أربعين أرسل للناس يهديهم لدين حمل للناس يهديهم لدين حمل يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنين تمت وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت سبع وعشرين غزا بنصرتي وموته في حد عشر الهجرة أزواجه بعد خديجة عشرة سودة ثم عائش المطهرة سودة ثم عائش المطهرة فحفصة زينب أم سلمة وبنت جحد زينب المكرمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي أم حبيبة ورملة هي صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا تاسعة أولاده القاسم عبد الله الطيب الزاكي الجاهي زينب رقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة أو بقرآن لنحفظ آيه أو بهدي المصطفى نعم الخليل